تحلو الدنا تتبسم الأوقات وتطيب مع نور القرآن حياة هو جنة يكسو القلوب سعادة. مؤسسة آيات يعني هي مدرسة كبيرة جدا وقدوة لكثير من المؤسسات اللي تعنى بالقراء والحفظة، وجانب عملي نفتقده في كثير من البلدان، وفكرة نوعية جديدة، والمشروع قائم ما شاء الله من سنين. أسأل الله عز وجل له الاستمرار والتوفيق والسداد دائما وأبدا يا رب العالمين. آياته روح وفي جنباته أنس هنا. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. هو جنة يكسو القلوب سعادة.